بسم الله الرحمن الرحيم. السلام على أسرانا ورموزنا المغيبة خلف قضبان السجون. السلام على جرحانا الأبطال. السلام على دماء شهدائنا. السلام على جراحات ضحايانا. السلام عليكم إخواني وأخواتي ورحمة الله وبركاته. نقف هنا في هذه الليلة وقد كثرت وقفاتنا مع المظلومين من أبناء هذا الوطن الذي أنهكته رصاصات المستجلبين من أصقاع الأرض، وأثخنته عذابات الجلادين المقتاتين على دماء المعذبين. سجن هذا الوطن بين أسوار بحاره قبل أن نسجن نحن بين جدران سجونه، لندفع أعز ما نملك لتراب هذا الوطن، حريتنا ودماؤنا، وهل أغلى من ذلك ثمنا؟ في بلد بعيدة عن هنا، بعيدا أشد البعد عن هنا، حيث لا يعاني الموجودين فيها من داء الدكتاتورية، يقول رئيس أكبر السجون بأن المجرمون ينقلون إلى السجون كعقاب وليس من أجل العقاب. وهنا في البحرين يرسل الأبرياء للسجون لأنهم قالوا كلمة حق. أرسل الأستاذ عبد الوهاب حسين إضافة إلى الرموز المعتقلين وأبناء هذا الوطن فقط لأنهم أدلوا بآرائهم التي لم تجعلهم ضمن أولئك الموالين الذين لا ينطقون إلا بما تريد السلطة وبما تهوى. نقلوا إلى السجون وعذبوا ومنعوا من العلاج في بلد يدعي بأنه يحترم حقوق الإنسان. يتحدث النشطاء كثيرا عن تفشي سياسة الإفلات من العقاب، وبدأ هذا المصطلح يظهر مؤخرا وكأنه مفرز جديد من مفرزات ثورة 14 فبراير، ولكن الحقيقة هي أن يعني سياسة الإفلات من العقاب هي سياسة متفشية منذ زمن بعيد. ذكرت الأخت فريدة غلام عن اعتقال الأستاذ عبد الوهاب حسين وعن التعذيب الذي حصل للأستاذ عبد الوهاب حسين في فترة التسعينات. يعني لنتساءل فقط، بعد فترة التسعينات هل تم تعويض الأستاذ عبد الوهاب حسين عما تعرض له؟ هل تم محاسبة من قام بسجنه وتعذيبه؟ لا. بالأمس فقط تمر الذكرى 18 على قتل 2 من المواطنين البحرينيين، أحدهم مات بالرصاص الحي في أحد أزقة المنازل، والآخر مات برصاص الشوزن أيضا في أحد أزقة المنازل. لم يتم حتى اليوم محاسبة من قام بقتلهم. والآن تمر الآن اليوم 20 على أو تقريبا 20 على احتجاز جثمان الشهيد ضحية القتل خارج إطار القانون عبد العزيز العبار دون دفن. لم يتم محاسبة من قتله، ولم يتم حتى السماح باستلام جثمانه لمواراته، لنجد بأننا في بلد لا تحترم حقوق الإنسان، البريء فيها مذنب والجاني فيها حر طليق. باسمي وباسم أعضاء مركز البحرين لحقوق الإنسان نطالب بالإفراج عن الأستاذ عبد الوهاب حسين، ونشكر القائمين على هذه الفعالية.